بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن منزلة التوبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وهذا يتبين بذكر التوبة النصوح وحقيقتها، بذكر التوبة النصوح وحقيقتها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال: فجعل وقاية شر السيئات، وهو تكفيرها، بزوال ما يكره العبد، ودخول الجنات، وهو حصول ما يحب العبد. يعني وعد الله سبحانه وتعالى على التوبة النصوح بوعدين. يعني الوعد الأول هو زوال المكروه، قال اللي هو إيه؟ يكفر عنكم سيئاتكم. والوعد الثاني هو حصول المحبوب، وهو يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال: منوطا بحصول التوبة النصوح. يعني الوعد بتكفير السيئات ودخول الجنات منوط، يعني معلق، يعني النوط اللي هو التعليق، معلق بحصول التوبة النصوح. قال: والنصوح على وزن فعول المعدول عن فاعل. يعني في لغة العرب هنا ايه وزن فعول، نصوح على وزن فعول، مشتق من ايه؟ من كلمة نصح. يعني المعدول عن فاعل، يعني نصوح بمعنى ناصح، يعني اصلها فاعل وعدل، نصوح معناها ناصح وعدل عن وزن فاعل الى فعول، قصدا للمبالغة. كالشكور، زي ما نقول شكور بمعنى شاكر، صبور بمعنى صابر، يعني لكن ايه مع المبالغة. فرق يعني شكور وفعول، يعني وزن فعول هذا من صيغ الايه المبالغه. يعني فالفرق بين شكور وشاكر، يعني شكور فيها مبالغه في الشكر واكثار منه وزياده فيه، وكذلك الصبور بمعنى صابر. قال: واصل ماده نصح لخلاص الشيء من الغش والشوائب الغريبه. قال: وهو ملاق في الاشتقاق الأكبر لنصح إذا خلص. هكذا عندكم؟ لنصح إذا خلص. نعم، لنصح إذا خلص. هو يعني في الموضوع الاشتقاق، يعني في عندنا في علوم اللغة العربية في علم الاشتقاق الصغير والاشتقاق الكبير والاشتقاق الأكبر. فهناك يعني الاشتقاق الصغير اللي هو علم الصرف، يعني اللي هو زي ما بيكون مثلا عندنا اللغة العربية لغة اشتقاق كما هو معلوم، يكون عندنا مواد ثلاث حروف الأساسية، زي مثلا ايه مادة كتبة كاف والتاء والباء، فاستخراج المشتقات من هذه المادة، يعني يشتق منها، يعني كل مادة بيشتق منها أكثر من 100 مشتق. يعني مثلا كاتب يشتق من كتبة كاتب بمعنى ايه اسم الفاعل اللي هو من قام بالكتابة، وزن مفعول ومكتوب اللي هو يدل على ما وقع عليه الفعل اللي هو اسم المفعول وما وقعت عليه الكتاب. وبيجي عندنا مثلا صيغ المبالغة: كتاب، كتوب، كتيب، مكتاب، كتب. هذه الصيغ اللي تدل على المبالغة والزيادة. وبعدين بيجي عندنا مثلا اسم المرة واسم الهيئة، بيجي مثلا كتبة بمعنى مرة واحدة، كتبة اللي هي هيئة الكتابة، وعندنا مكان الكتابة اسم المكان واسم الزمان واسم الآلة المكتب اللي هو آلة الكتابة، والمكتب مثلا مكان الكتابة أو زمان الكتابة أو كذا إلى آخره. فما يتعلق بهذا، يعني نحن نطلع مشتقات مثلا كتب من هذه المادة، هذا الاشتقاق الصغير. في بيجي عندنا علم آخر هو الاشتقاق الكبير، اللي هو نبتدي نشوف الثلاث حروف بتركيباتها المختلفة، يعني
يعني مثلا كتب، لما نشوف مثلا لو جبنا الكاف ثم التاء والباء وبعدين الكاف ونعكس نجيب الايه الباء ثم التاء وبعدين نقدم ال يعني نجيب كل التقليبات، كتب يعني كتب كبت وبعدين مثلا تكب بكت وكذا الى اخره، المهم الايه كل ما يتعلق بهذه الحروف الثلاثه تصريفاتها المختلفه، فهذا يسمى الاشتقاق الكبير. دايما يكون هناك روابط بين هذه يعني أي كل ثلاث حروف، طبعا يكون في مواد مهمله غير مستعمله في اللغه وفي مواد مستعمله، شوف المهمل منها والمستعمل، ودايما المستعمل منها تجد هناك ايضا نوع من الروابط تربط بين هذه المواد. في الاشتقاق الاكبر اللي هو يعني اكثر من هذا، ان كل ما يعني مثلا يعني زي ضربوا المثل ب مثلا نعقة ونهقة، العين والهاء مثلا الحروف الحلقية، نحن ممكن لو بدلنا من الحروف الثلاثة هذه، لو بدلنا حرفا بحرف آخر من الحروف التي تناسبها في المخرج أو كذا، بحيث نوسع الدائرة، مش بس يعني الثلاث حروف الأساسية بتقليباتها المختلفة، لأن دخل معاها لو شلنا واحد منها وحطينا الحرف الذي يناسبه في المخرج وكذا إلى آخره، ومحاولة إيجاد الروابط المعنوية بين هذه الكلمات وكذا إلى آخره. وفي ناس يضيفون علم الأخص أنه الاشتقاق الكبار بعد الأكبر وكذا. طيب فالمهم يعني قال يعني ممكن مثلا نصح، ممكن نقول يعني في عندنا في الاشتقاق الكبير مرات بيستعملوا الأكبر بمعنى الكبير ومرات كذا، يعني هناك طرق يعني في الاستعمال. فمثلا نقول حصن مثلا، يعني مثلا نصح في بيجي من مشتقات مثلا حصن، مثلا في محاولة الربط مثلا بين النصح والحصن، مثلا الحصن فيه وقاية تحصين بمعنى الوقاية وبمعنى كذا، فنجد هناك رابط بين النصح والتحصين وكذا إلى آخره. نعم المهم الخلاصة هنا بيقول إن نصح في اللغة معناها خلص، يعني الشيء الناصح، قال مثلا نصح العسل يعني صار خالصا منقا من الشوائب وكذا إلى آخره. قال فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة تخليصها من كل غش ونقص وفساد. يعني جاء مثلا في الحديث قال إيه الدين النصيحة، الدين النصيحة، فجعل الدين بمعنى النصيحة، فالنصيحة هنا تأتي بمعنى الإخلاص والنقاء من كل غش ونقص وكذا. وجاء هنا التوبة وصفت بأنها نصوح، وكذلك المشورة توصف المشورة أيضا بأنه نصحه في المشورة بمعنى يعني بمعنى أخلص له النصيحة، يعني نصحه كما لو كان ينصح لنفسه لو كان في مثل ظروفه ماذا كان يفعل، فأحب له من الخير ما يحب لنفسه وأخلص له في النصيحة وكذا. فقال فالنصيحة النصح في التوبة والنصح في العبادة والنصح في المشورة هو تخليصها من كل غش ونقص وفساد وإيقاعها على أكمل الوجوه، والنصح ضد الغش. قال وقد اختلفت عبارات السلف عنها ومرجعها إلى شيء واحد، يعني تفسير السلف لقوله تعالى توبوا إلى الله توبة نصوح، ما المقصود بالتوبة النصوح؟ فقال هناك يعني تفسيرات يعني متعددة عن السلف وكلها ترجع إلى شيء واحد، يوضح بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا. فقال عمر بن الخطاب وأبي بن كعب رضي الله عنهما التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع، كما لا يعود اللبن إلى الضرع، يعني كما أنه يستحيل عودة اللبن إلى الضرع مرة أخرى، فكذلك يعني هنا ضرب المثل يعني لمفارقة الذنوب مفارقة تامة. قال وقال الحسن البصري رحمه الله هي أن يكون العبد نادما على ما مضى مجمعا على ألا يعود فيه. وقال الكلبي
رحمه الله أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن ويمسك بالبدن. قال: وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: توبة نصوحا تنصحون بها أنفسكم، جعلها بمعنى ناصحة للتائب كضروب المعدولة عن ضرب. يعني نصوح بمعنى ناصح، والتي يعني ينصح بها التائب نفسه. قال: وأصحاب القول الأول يجعلونها بمعنى المفعول، أي قد نصح فيها التائب. يعني لاحظ التفسيرات الأولى اللي هي قالوا أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه، جعلوا هنا نصوح بمعنى منصوح، توبة النصوح يعني بمعنى التوبة المنصوحة التي قد نصح فيها التائب ولم يشبها برش. فهي إما بمعنى منصوح فيها كركوبة وحلوبة، بمعنى مركوبة ومحلوبة، أو بمعنى الفاعل أي ناصحة كخالصة وصادقة. وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: يجمعها أربعة أشياء، يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان. الجنان اللي هو القلب، يعني يضمر في قلبه أنه لن يعود إلى الذنب، ومهاجرة سيء الإخوان. فجعل يعني جعل هذا ركن من أركان التوبة، هي مهاجرة سيء الإخوان، مهاجرة أهل السوء، يعني السيئين من الإخوان، يعني من الأصدقاء وكذا، أن يهجرهم ويبتعد عنهم. طبعا هذا المعنى نجده في مثلا في حديث الرجل الذي قتل 100 نفس. يعني فلما ذهب إلى رجل عالم ويسأله: هل لي من توبة؟ قال: نعم وكذا، ومن يحول بينك وبين التوبة وكذا. ثم قال له: اذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم. فجعل يعني من تمام توبته أنه يترك أرض السوء التي كان فيها أصدقاء سوء يحثونه على الشر ويشجعونه عليه وكذا، ويذهب إلى أرض صالحة فيها من يعبد الله تعالى فيعبد الله معهم. يعني فمرات يكون من ضمن التوبة هجرة أهل السوء. طبعا موضوع هجرة أهل السوء والفساد وكذا، اعتزالهم واجتنابهم والبعد عنهم، هذه مسألة يعني فيها تفصيل يذكر أهل العلم. يعني ما خلاصته يعني أن مسألة الهجر متى يكون يعني مأمورة، متى يكون محمودا ومتى يكون يعني مذموما أو كذا. فقال أنه ينظر هنا دائما في حال الهاجر وحال المهجور، من ناحية القوة والضعف ومدى تأثير الهجر، يعني هل المصلحة التي تحصل به أكبر أو المفسدة التي تحصل به أكبر. يعني ليست هناك يعني حالة واحدة أو يعني وصية واحدة لكل إنسان مثلا. فهناك قد يكون الهاجر، قد يكون مثلا الشخص الذي يعني يخالط أهل السوء، قد يكون وجوده يؤثر فيهم ولا يتأثر به، وعنده يعني من قوة الإيمان والدين والعلم وكذا ما يجعله لا يتأثر. يعني طبعا مرات أهل السوء هؤلاء قد يكون عندهم إما مثلا شبهات أنه يشككونه في الحق ويشككونه وكذا، فهذه تحتاج إلى علم نافع يعني حتى يستطيع أن يرد على هذه الشبهات ولا يتأثر بها وكذا. وإذا كان الذنوب اللي فيما يتعلق بالشهوات وكذا يحتاج إلى دين، إلى يعني عمل صالح وكذا وثبات على الإيمان وكذا. فمرات يكون الهاجر يعني ممن يؤثر فيهم ولا يتأثر بهم، وبعدين أيضا فهو يدعوهم إلى الخير ويأخذ بأيديهم إلى الخير وكذا. وكذلك أيضا مرات مثلا من جهة يعني أن الهجرة لأهل السوء، في بعض الأحيان يكون مثلا إنسان إذا هجرهم كان ذلك سببا في ندمهم وتوبتهم ورجوعهم إلى الله
سبحانه وتعالى إذا كانوا هم يحتاجون إلى هذا الشخص الذي هجرهم، يعني زي مثلا الوالد لما مثلا يخاصم ابنه أو كذا، وابنه محتاج إليه وكذا ويتضرر ويأتي يعني مثلا معتذرا ولا كذا، في مرات يعني يكون أو يعني الشخص له تأثير في الآخر، والمهجور هذا يعني أضعف من الهاجر وهو بحاجة إلى هذا الهاجر، فإذا هجره مثلا إيه ندم وجاء تائبا وكذا، فهنا يعني الهجر فيه مصلحة. لكن مرات ثانية العكس، إن هو مثلا لو هجره ازداد بعدا وفسادا لم يبالي به، وازداد مثلا بعدا عن الحق يعني، وازداد تماهينا ربما وجوده معه كان ينصحه ويخفف من ضرره وكذا، لكن إذا هجره ربما إيه ازداد يعني طغيانا وكذا. فهنا بينظر يعني مصلحة الهاجر ومصلحة المهجور، فالهاجر نفسه مرات تكون مصلحته في الهجر ومرات مصلحته في عدم الهجر، من ناحية أنه هل هو يتأثر بأهل السوء هؤلاء وينقصون دينه وإيمانه، ولا هو اللي بيأثر فيهم ووجوده معهم يأخذ بأيديهم إلى الحق والخير وكذا. وبعدين المهجور نفسه مصلحته هل هي في الهجر أو في عدم، مرات هجره يزيده طغيانا وسوءا، ومرات هجره يجعله يندم وكذا ويرجع مثلا تائبا وكذا، فيتم يعني موازنة هذه الأمور، والغرض هو تكثير الخير وتقليل الشر، يعني تكثير الخير وتقليل الشر قدر الإمكان. وبعدين إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة غيره، مصلحة دينية يعني، فهنا نفسه أولى يعني بالحفاظ على المرات. مثلا المهجور ممكن مصلحته في أنك يعني تقترب منه تأخذ بيده، لكن أنت يلحقك ضرر في دينك، شايف نقص في إيمانك ودينك، يبقى هنا إيه سلامة نفسك أولى من إيه من سلامته إذا لم، لكن إذا استطعت أن تحافظ يعني على سلامة دينك وكذا، وفي نفس الوقت تنفع المهجور، يعني هذه الأمور تراعى يعني وتوازن عند مسألة الهجر. لأنه يلاحظ مثلا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه مثلا هجر إيه الصحابة الكرام الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، الصحابة الكرام كانوا ثلاثة اللي هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، كانوا الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وكانوا قادرين على الخروج للغزو، كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالخروج ولم يعذر أحدا يعني إلا إما المريض أو الفقير الذي لا يستطيع الخروج، لكن هم كانوا أصحاء وكانوا أغنياء وقادرين على الخروج وتخلفوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام هجرهم وأمر الصحابة بهجرهم 50 يوما، 50 يوما، وآخر 10 أيام منهم يعني أول 40 يوما النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كلهم هجروهم ما عدا الزوجات، يعني ترك زوجاتهم معه، بعد آخر 10 أيام أمر حتى زوجاتهم أن يتركوا بيوتهم يعني أن يخرجوا منها وكذا تأديبا لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهنا الهجر يعني كانوا كما وصفهم الله تعالى، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني لا يسلم عليهم وكذا، وكان مثلا إذا جاءوا المسجد يعني يصرف وجهه عنهم عليه الصلاة والسلام وكذا، مع يعني عظيم رحمته سبحانه عليه الصلاة والسلام وشفقته وكذا، لكن يعني كان الهجر هنا لمصلحتهم يعني تأديبا لهم يعني وحثا لهم على التوبة، وتأديبا أيضا لغيرهم حتى لا يقع في مثل ما وقعوا فيه وكذا إلى آخره، وكان يعني في حكمة ورفعة في درجاتهم رضي الله عنهم بتوبتهم وكذا. لكن في نفس الوقت مثلا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يهجر عبد الله بن أبي بن سلول وكبراء المنافقين، هؤلاء يعني كانوا لم ينقل يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أعرض عنهم أو ترك يعني أو أمر الصحابة بعدم تكليمهم أو السلام عليهم، يعني كان فهؤلاء مثلا ربما عدم هجرهم يعني ليس يعني لكونهم أفضل حالا، هم منافقون ومجرمون، ولكن يعني لا فائدة تعود عليهم من الهجر، ولا يرجى منهم إصلاح ولا يرجى منهم كذا، بينما هؤلاء المؤمنون هجرهم يعني يرجى منه إصلاحهم ويرجى منه كذا إلى آخره. وربما مثلا المنافقون هؤلاء يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام
تخفيف الضرر على المسلمين في عدم هجرهم مثلا او كذا، ليس لمصلحتهم ولكن لمصلحه المسلمين او كذا الى اخره. فاذا يعني يفهم من هذا انه ليس هناك يعني حكم واحد يطبق في جميع الحالات، يعني انما كل حاله ينظر فيها حسبها ويوازن بين المصالح والمفاسد. فهنا كان الكلام هنا على ايه، محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى، وهو من التابعين يعني، ويروي عن ابي ايوب الانصاري وابي هريره وغيرهم رضي الله عنه. فذكر يعني ان التوبه يجمعها الاستغفار باللسان والاقلاع بالابدان واضمار ترك العود بالجنان اي بالقلب ومهاجره سيء الاخوان. قال ابن القيم رحمه الله: النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته. يقول هنا ابن القيم يعني يجمع هذه التفسيرات التي فسرت بها التوبة النصوح، يلخصها يقول لك يعني إذا التوبة النصوح هي المشتملة على ثلاثة أشياء. أول شيء أن تكون عامة لجميع الذنوب، ليست توبة من ذنب دون آخر، وإنما توبة شاملة لكل الذنوب. والثاني إجماع العزم، إجماع العزم والصدق بكليته عليه. أجمع الشيء يعني عزم عليه وجزم به وكذا، يعني أن يجمع العزم يعني يعزم عزما أكيدا، وأن يصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار، بل يجمع عليها أو يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا بها. يعني أن يعزم عليها عزما أكيدا صادقا، ليس فيه تردد ولا فيه انتظار ولا طيب أجرب أتوب وأشوف إيه اللي هيحصل وأشوف كذا، وإنما يعني فعلا يكون عازما عزما أكيدا على أنه مستمر فيها وماض فيها. قال: والثالث تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها لمحض الخوف من الله تعالى. لأن من معاني النصح اللي هو الإخلاص، الشيء الناصح نصح الشيء معنى خلص يعني وصفي يعني، فيقول انها تكون لمحض الخوف من الله تعالى وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده، لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته. يعني يقول احيانا التوبة لا تكون خالصة لله تعالى، انه تاب هو فعلا يعني اقلع عن الذنب وعزم انه لا يعود اليه، بس ليس خوفا من الله تعالى ولا رجاء في ثواب الله، وانما يعني بغرض حفظ جاهه وحرمته بين الناس، انه مثلا بسبب الذنب شخص مثلا كان يشرب الخمر ولا يفعل شيء من المنكرات ولا، فضاعت هيبته بين الناس وصار يعني او الذنب هذا اثر في منصبه او رياسته او لحفظ حاله أو حفظ قوته وماله، ذنب من الذنوب أضعف أدى به إلى مرض ولا أضعف بدنه أو ضيع ماله مثلا بيقامر مثلا ولا كذا فخسر ماله، فهو يتوب عشان يحافظ على ماله أو يحافظ على رياسته، أو استدعاء حمد الناس أو الهرب من ذمهم أو لئلا يتسلط عليه السفهاء أو لقضاء نهمته من الذنب. إن هو يعني اكتفى يعني خلاص، مع مثلا كبرت سنه شخص يفعل بعض المنكرات ولا كذا وقت الشباب، وبعد كبرت سنه وزهد في هذه، ليس يعني خوفا من الله تعالى وانما يعني انه مل من هذه الاشياء ولم يعد بحاجه اليها، فقضى نهمته من الذنب فجاء ليتوب، او لافلاسه وعجزه، ان مثلا الذنب هذا كان يستعمل فيه امواله وبعدين اصلا ماله فني، ماله ما عادش عنده اموال يصرفها على هذه الذنوب، فتاب لانه افلس وصار عاجزا عن فعل هذه الذنوب، ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله. فهذه التوبه يعني مشوبه يعني يدخلها هي
هيش خالصة خوفا من الله تعالى ورجاء ثوابه، وإنما دخلها الشوائب يعني تشوب النية فيها. قال فالأول بإذن التوبة النصوح هنا يعني مشتمل على ثلاثة أشياء. الأول منها اللي هو أنها عامة في جميع الذنوب، يتعلق بما يتوب منه، تتعلق بالذنب يعني. والثالث يتعلق بمن يتوب إليه، الشرط الثالث اللي هو إخلاص التوبة لله، يعني يتعلق بمن يتوب إليه، يعني يتعلق بالله سبحانه وتعالى. والأوسط يتعلق بذات التائب ونفسه. إذن توبة النصوح تشتمل على ثلاثة أمور: أمر يتعلق بالذنب المتوب منه، وأمر يتعلق بالتائب الشخص التائب، وأمر يتعلق بالمتوب إليه وهو الله سبحانه وتعالى. اللي يتعلق بالذنب المتوب منه أن تكون التوبة عامة لجميع الذنوب، واللي يتعلق بالتائب أن هو أن يعزم عزما صادقا لا تردد فيه ولا انتظار ولا كذا، والأخير اللي هو إخلاص التوبة لله. قال فنصح التوبة الصدق فيها والإخلاص وتعميم الذنوب بها، ولا ريب أن الصدق اللي هو إجماع العزم هذا الصدق، والإخلاص اللي هو تخليصها من الشوائب وإخلاصها لله وتعميم الذنوب بها. قال ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمن وتمحو جميع الذنوب. كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن العلاقة بين التوبة والاستغفار، فقال هنا التوبة تتضمن الاستغفار أو يلزم منها الاستغفار. مر بنا اللي هي التضمن اللي هو دلالة اللفظ على بعض معناه أو جزء معناه، يعني كأن الاستغفار باللسان هو جزء من التوبة. لما فسروا التوبة قالوا استغفار باللسان وإقلاع بالأبدان وكذا، فكأن الاستغفار أصبح يعني متضمنا جزءا من التوبة، أو هو من لوازم التوبة. إذا كان الاستغفار معنى مستقل عن التوبة فهي دلالة اللفظ اللازم ودلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه يعني. فإذا كان الاستغفار شيء مستقل يبقى الاستغفار هو من لوازم التوبة، وإذا كان الاستغفار جزءا من التوبة يبقى التوبة تتضمن الاستغفار. فإذا إما يعني استلزام وإما تضمن. وتمحو جميع الذنوب وهي أكمل ما يكون من التوبة، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. التوبة النصوح هي أكمل ما يكون من التوبة. طيب. قال فصل في الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. قال وقد جاء في كتاب الله تعالى ذكرهما مقترنين، وذكر كل واحد منهما مفردا عن الآخر. مثل ما مر بنا يعني هناك كثير من الألفاظ الشرعية يكون لها معنى عندما تقترن بلفظة أخرى، ومعنى آخر عندما تأتي مفردة غير مقترنة باللفظة الأخرى. فهنا تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. قال مرات في كتاب الله تعالى يأتيان مقترنان في نفس النص، زي فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. هنا الاثنين مذكورين في نفس الآية، فده يبقى مقرونة، يبقى اقتران أحدهما بالآخر. ومرات يأتي فقط تكفير السيئات، يعني تأتي آية فيها تكفير السيئات فقط، أو آية فيها مغفرة الذنوب فقط بدون اقترانها بالآخر. قال فالمقترنان كقوله تعالى حاكيا عن عباده المؤمنين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا اقتران مغفرة الذنوب بتكفير السيئات. والمفرد كقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
هنا هذا النص فيه ايه؟ او هذه الايه الكريمه فيها التكفير فقط، تكفير السيئات فقط، ولم يعني افرد فيها تكفير السيئات ولم يقترن به مغفره الذنوب. هناك ايه اخرى بالعكس يعني افرد فيها مغفره الذنوب ولم يذكر فيها تكفير السيئات. قال وقوله في المغفره ولهم فيها من كل الثمرات ومغفره من ربهم. هنا ذكرت المغفره فقط بدون التكفير. وقوله ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. قال ونظائره، يعني هذه بعض الامثله من القران الكريم، وهناك نظائر لها يعني اما جمع الامرين معا او افراد احدهما. قال فها هنا أربعة أمور: ذنوب وسيئات ومغفرة وتكفير. يلاحظ دائما إيه تيجي المغفرة مع الذنوب ويجي التكفير مع السيئات، يعني دائما إيه مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. فعندنا ذنوب ويأتي معها ذكر المغفرة، وعندنا سيئات ويأتي معها ذكر إيه التكفير. فعندنا أربعة أمور: ذنوب وسيئات ومغفرة وتكفير. قال فالذنوب المراد بها الكبائر، فالذنوب المراد بها الكبائر، والمراد بالسيئات الصغائر، وما تعمل فيه الكفارة من الخطأ وما جرى مجراه. الصغائر والخطأ الذي له كفارة يعتبر داخل أيضا في السيئات، يعني السيئات هنا تشمل صغائر الذنوب وتشمل الخطأ الذي يكفر، يعني زي قتل الخطأ مثلا لا إثم فيه، شخص صدم آخر بالسيارة عن غير قصد وعن غير تعمد له كفارة، كفارة قتل الخطأ أنه يعتق رقبة إذا لم يستطع صوم شهرين متتابعين. فهناك إيه كفارة رغم أنه لا إثم فيه بس هو داخل في السيئات التي تكفر وإن كان. قال ولهذا جعل لها التكفير ومنه أخذت الكفارة، ولهذا لم يكن لها سلطان ولا عمل في الكبائر في أصح القولين. يعني الكفارة لا عمل لها في الكبائر في أصح القولين، الكفارة فقط تكون في صغائر الذنوب وفي الخطأ، لكن الكبائر التي هي عن عمد هذه إيه؟ لا تعمل فيها الكفارة. قال فلا تعمل في قتل العمد، لذلك مثلا قتل الخطأ فيه كفارة، اللي قتل شخصا إيه خطأ له كفارة يعتق رقبة إن لم يستطع صوم شهرين متتابعين، لكن الذي قتل آخر عمدا هذا حكمه القصاص ولا كفارة فيه، ليس عليه كفارة. ليس هذا لأن يعني هذا ليس مكافأة لقاتل العمد ولا أن حاله يعني أحسن من قاتل الخطأ، وإنما يعني كأن المعنى أن ذنبه يعني أعظم من أن يكفر، يعني لا تعمل فيه الكفارة، الكفارة يعني عمل صلاحيتها محدودة يعني في الإيه في الخطأ وفي الصغائر، لكن الكبائر ما لا تعمل فيها الكفارة. فقتل العمد لا كفارة فيه، عليه القصاص إلا إذا عفا أولياء القتيل ممكن يعفون عنه إما مجانا أو يعفون إلى دية، لكن في كل الحالات قاتل العمد ليس عليه كفارة، بخلاف قاتل الخطأ عليه كفارة. قال ولا في اليمين الغموس في ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة. كذلك اليمين الغموس، اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله تعالى، وهي الحلف على اليمين الغموس تكون على شيء ماض، يعني بخلاف الحق عامدا، يعني يخبر عن الشيء بخلاف الواقع ويحلف على ذلك عامدا، يعني فشخص مثلا يقول عن شيء حصل في الماضي يحلف بالله انه لم يحصل عامدا، يعني مش مخطئا او ساهيا او كذا او كاذبا، يعني يكذب متعمدا ويحلف على ذلك. بعض العلماء يجعل اليمين الغموس فقط في يعني هو الكذب حرام في كل وقت، بس يجعل هذا المعنى الغموس اللي هي التي يكون فيها أكل لحق آخر، يعني يترتب على هذا الحلف مثلا يكون اقترض من شخص $1,000 صاحب الحق يطالبه بالمال فيحلف يقول إنه
لم يقترب منه او انه سدد المبلغ او انه كذا فيضيع حق الاخر بسبب هذه اليمين الغموس فياكل بها حق اخيه. فهنا يعني البعض يقول اليمين الغموس يبين في اكل حق، والبعض يجعلها شامله لكل كذب يعني في المال. بينما اليمين اللي هي متعلقه بشيء مستقبل، الانسان يحلف على شيء في المستقبل انه سيفعله، اليمين الغموس اللي هي الغموس انا حلف على شيء حصل في الماضي او لم يحصل فيحلف عليه بخلاف الواقع يعني. لكن المتعلقه بمستقبل، ان الشخص مثلا يقول والله لاسافرن غدا، وبعدين جاء في اليوم التالي وغير رايه وقرر انه لا يسافر، هذه يمين منعقده ومكفره قابله للتكفير، يجوز له شرعا ان يحلف فيها. ممكن واحد يحلف يقول والله لاسافرن غدا، وبعدين جاء في الغد غير رايه وقرر انه لا يسافر، فيكفر عن هذه اليمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة يعني. إذا لم يستطع واحدة من هذه الثلاثة يصوم 3 أيام، يصوم 3 أيام، فله أن يحنث في اليمين ثم يكفر فيها. الكفارة من الواجب اللي هو الموسع يعني إلى آخر العمر يعني، يمكن يكفر في أي وقت لاحقا يعني، يمكن يحنث الآن ويكفر فيما بعد، يصبح في ذمته أن يكفر عن هذه اليمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مرات يحلف على شيء أنه سيفعله ثم يبدو له أن الأصلح أنه لا يفعله، فيكفر عن يمينه ويفعل ما هو الخير ويكفر عن اليمين. فهذه لا إثم فيه، لا إثم على الإنسان أنه يحنث في اليمين بشرط أن يكفر عنها. فإذا الكفارة تعمل في يعني في اليمين اللي هي المنعقدة المتعلقة بشيء مستقبل وكذا، إذا حنث فيها، لكنها لا تعمل في اليمين الغموس. يعني اليمين الغموس الذي حلف يمينا غموسا إذا يتوب إلى الله ويستغفر الله، لكن ليس عليه كفارة. لو واحد حلف قال والله أنا فعلت كذا في الماضي وهو لم يفعله ثم يريد ان يتوب، يقول له توب الى الله واستغفر الله، لكن ما عليهوش كفاره، كفاره بس في الايه؟ في لما اذا حلف انه سيفعل شيء في المستقبل وبعدين غير رايه، لكن هذا ليس فيها كذب يعني، هو وقت ما حلف انه كان يريد يفعل هذا الشيء وبعدين غير رايه، لكن يحلف على شيء ماضي هذا كذب وهو حرام، ف يعني كانها من عظمها لا تقبل التكفير. قال: والدليل على ان السيئات هي الصغائر والتكفير لها، والدليل على أن التكفير يكون للصغائر، قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نلاحظ هنا في الآية الكريمة أن الله تعالى يعني قابل بين الكبائر والسيئات، قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإن السيئات هي شيء غير الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر كفر الله عنك السيئات. فإذا السيئات هي الصغائر والتكفير متعلق بالإيه؟ بالصغائر. قال: وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. جعل الصلوات الخمس والجمعة وصوم رمضان هذه العبادات تكفر الذنوب بشرط اجتناب الكبائر، تكفر يعني الصغائر أو السيئات يعني بشرط اجتناب الكبائر. يعني شيخنا إذا الواحد لم يجتنب الكبائر حتى السيئات وده موضوع طويل يعني سيأتي إن شاء الله. نعم سيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل يعني لهذا. قال: ولفظ المغفرة أكمل من لفظ التكفير، ولهذا كان مع الكبائر والتكفير مع الصغائر،
يقول لفظ المغفرة أكمل من لفظ التكفير، فلذلك المغفرة جاءت مع الكبائر والتكفير جاء مع الصغائر. المغفرة تكون للذنوب اللي هي الكبائر، والتكفير يأتي للسيئات اللي هي الصغائر. قال فإن لفظ المغفرة يتضمن الوقاية والحفظ، ولفظ التكفير يتضمن الستر والإزالة. قل المغفرة يعني أيضا إيه، لما نرجع لمعانيها اللغوية نجدها لفظ المغفرة مشتق إيه من غفرة، ونجد هذه المادة بيشتق منها مثلا المغفر اللي هو يوضع على الرأس زي طاقية من الحديد كده منسوجة من حلقات الحديد، تلبس إيه في الرأس لتقي الرأس وتحفظه من ضربات السيوف والسهام في الحرب وكذا إلى آخره. فإذا المغفرة تتضمن الوقاية والحفظ. ونمر بنا برضو الوقاية فيها في وقاية مستقبلية يعني من الشيء، في وقاية يعني من المستقبل وحفظ أيضا. ولفظ التكفير يتضمن الستر والإزالة. قال كفر يعني غطى، كفر الشيء يعني غطاه، ففيه الستر والإيه، فمن معانيه الستر. يعني زي مثلا العرب كانوا يسمون الزارع يسمونه كافرا لأنه إيه كفر الحب، يعني ستر، يحط الحب في الأرض ويستره ويغطيه يعني يدفنه فسمي كافرا، كما في قوله تعالى إيه كمثل غيث أعجب لا في آية من الأخرى كمثل غيث أعجب الكفار نباته، في آية اللي قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار بمعنى الزراع يعني هنا في هذا الموضع، الغيث أعجب الكفار نباته يعني أعجب الزراع. في آية أخرى اللي هي يعجب الزراع نعم في آية يعجب الزراع، في آية كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار هنا بمعنى الزراع، تفسير القرآن بالقرآن يعني يعجب الزراع، فهناك قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته يعني أعجب الزراع نباته. وكذلك قال إيه في ليلة كفر النجوم غمامها، في معلقة لبيد بن أبي ربيعة العامري رضي الله عنه في قصيدته المعلقة، يعني في قالها في الجاهلية، فيقول في ليلة كفر النجوم غمامها، النجوم كفرها الغمام يعني غطاها الغمام وسترها وكذا، حتى يقال ذكرت لكم من قبل يقال اللفظ الإنجليزي اللي هو كفر أصله جاي من اللفظ العربي كفر. فقال لفظ التكفير يتضمن الستر والإزالة، وعند الإفراد يدخل كل منهما في الآخر كما تقدم. يعني في عندنا قاعدة في مثل هذه الألفاظ اللي هي إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني عندما يأتي تكفير السيئات فقط فيشمل المعنيين، يعني يشمل مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، يبقى يشمل الصغائر والكبائر. إذا أفرد السيئات فقط تكفير السيئات فقط شمل مغفرة الذنوب، وإذا جاء مغفرة الذنوب فقط شملت تكفير السيئات، لكن إذا اجتمع في نص واحد فهنا يفرق بينهما، فيكون تكفير السيئات اللي هو للصغائر ومغفرة الذنوب للكبائر. فهنا يقول عند الإفراد يدخل كل منهما في الآخر كما تقدم. فقوله تعالى كفر عنهم سيئاتهم يتناول صغائرها وكبائرها، يعني قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم، ليس المقصود الصغائر فقط، ولكن هنا إيه يعني صغيرها وكبيرها، لأن التكفير السيئات ورد وحده هنا في هذا النص، فشمل الصغائر والكبائر. وكذلك
كذلك مثلا آية ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، هنا يقصدون صغيرها وكبيرها، يعني المسلم إذا دعا قال اللهم اغفر لي لا يقصد الكبائر فقط، يقصد الاثنين، فإذا أفرد أحدهما شمل الآخر. قال فقوله تعالى كفر عنهم سيئاتهم يتناول صغائرها وكبائرها ومحوها ووقاية شرها، يعني محو الماضي ووقاية الشرور المستقبلية من عقاب عليها في الدنيا أو عذاب عليها في الآخرة، فيقي شرها، يعني كأنه كفر السيئات يعني وقى شرها. قال بل التكفير المفرد يتناول أسوأ الأعمال كما قال تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. لاحظوا هنا جاي التكفير وحده معهوش مغفرة، فشمل الكبائر بل أسوأ يعني ما عملوا، شمل الكبائر. قال وإذا فهم هذا فهم السر في الوعد على المصائب والهموم والغموم والوصب والنصب. قالوا الوصب الوجع والنصب التعب، يعني الوصب الوجع أو الألم والنصب التعب بالتكفير دون المغفرة، كقوله في الحديث الصحيح ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى. من هم ولا غم، مرات الفرق بين الهم والغم والحزن برضو إذا اجتمعت يعني في بعض النصوص يجي فيها الهم والغم والحزن، فيكون الهم اللي هو في المستقبل، يعني اللي هو تألم القلب من من توقع مكروه في المستقبل أو فوات محبوب في المستقبل فيسمى هم. مرة إنسان قلبه متألم أو كذا، شيء محبوب سيزول منه أو شيء مكروه سيحصل له ولسه ما حصل يعني لكنه يتوقع حصوله فهو مهموم، هذا يسمى هم. الحزن اللي هو على شيء حصل في الماضي، تألم القلب من تذكر مكروه حصل له في الماضي أو محبوب فات منه في الماضي، هذا الحزن يقال له حزن أو حزن. والغم اللي هو الحاضر، اللي هو تألم القلب من من مكروه يعني حاصل له حاضر وقت يعني وقت حصول الغم، شيء واقع في الوقت الحالي يحصل له مكروه، هو الآن مثلا هو يتألم من مرض من كذا، فمثلا هو واقع في مشكلة في وقت، فهذا الغم يعني اللي هو في الحاضر. فقال ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هو هنا الإمام ابن القيم رحمه الله يقول إذا فهمنا يعني ما سبق شرحه عن معنى تكفير السيئات ومعنى مغفرة الذنوب نستطيع أن نفهم هذا الحديث والسر في أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل المصائب تكفر السيئات، لم يذكر أنها تغفر الذنوب إنما ذكر أنها تكفر السيئات. فإن المصائب لا تستقل بمغفرة الذنوب ولا تغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة أو بحسنات تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوب. فقال إذن المصائب بس تكفر السيئات، ممكن تكفر الصغائر، لكن الكبائر قال لا تعمل فيها المصائب، لأن الكبائر لا يعمل فيها التكفير تحتاج إلى توبة. يعني لو شخص مقيم على الكبائر مصر عليها لم يتوب منها وحصلت له مصائب، فيقول يعني المؤلف هنا يرى يعني أن المصائب تكفر عنه الصغائر، بس الكبائر تحتاج إلى توبة لازم يتوب منها، أو يعني ممكن الكبائر تغفر بحسنات أعظم منها، يعني ممكن الكبائر يعني تغفر بسبب حسنات أعظم منها تتضاءل فيها الذنوب وتتلاشى فيها. ممكن شخص
يعني وقع في بعض الكبائر ولم يتب منها، لكن في نفس الوقت كانت له حسنات يعني عظيمة جدا أرجح من هذه الكبائر. فقد أنه عند الموازنة يعني ممكن هي تتلاشى هذه الكبائر في الحسنات الأكبر. فهي كالبحر لا يتغير بالجيف، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يعني يقول الحسنات العظيمة الكبيرة، يعني طبعا هنا يعني يشير إلى مثل يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اطلع لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أو كذا. فقال من كان له حسنات يعني مثل عثمان رضي الله عنه ولا مثل أهل بدر ولا مثل، فهذا إيه كالبحر لا يتغير بالجيف. يعني طبعا هؤلاء وهؤلاء الذين وعدوا يعني بالمغفرة وأن الذنوب لا تضرهم كانوا أصلح الناس عملا وأبعد الناس عن الذنوب صغيرة وكبيرة، لكن قصد أنه لو فرض يعني أن واحد من هؤلاء وقع في كبيرة ولا كذا فالكبيرة تصبح كأنها جيفة ميتة ألقيت في بحر، يعني حسناتهم كالبحر فلا يتنجس البحر ولا كذا. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث كما في الحديث، فيضرب المثال يعني بهذا على أن الذنوب يعني إذا على أن الطاعات والحسنات إذا كثرت وعظمت فإن شاء الله يعني تغفر الذنوب إن شاء الله. تفضل. هو المؤلف هنا يقول إن طبعا الفرق بين السيئة والذنب يعني إذا جاء أحدهما شمل الآخر إذا انفرد يعني، بس إذا اجتمع فقال الذنب هو الكبيرة والسيئة هي الصغيرة. قال لأن الله تعالى قال إيه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فجعل الكبائر مقابل السيئات، فكأن السيئات هي ليس خلاف الكبائر، يعني في كبائر والسيئات إذا اجتنبت الكبائر كفرت السيئات، فجعل السيئة بمعنى الصغيرة والذنب بمعنى الكبيرة. بس طبعا هذا إيه إذا اجتمع في نص واحد يعني، لكن إذا جاء يعني الذنب وحده في نص شمل الصغائر والكبائر، أو السيئة وحدها في نص شملت الصغائر. الآية إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، صحيح؟ ذلك ذكرى للذاكرين. هنا السيئات فقط ذكرت فلم يذكر معها الذنوب، فإذا شملت الصغيرة والكبيرة. قال فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظامية يتطهرون بها في الدنيا، فإن لم تفي بطهرهم طهروا في نهر الجحيم يوم القيامة. الأنهار التي يتطهرون بها في الدنيا نهر التوبة النصوح، ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها، الحسنات العظيمة الكثيرة التي يعني تكون أرجح من السيئات وأكبر منها، ونهر المصائب العظيمة المكفرة. فيقول يعني أن الذنوب هذه كأنها قذر وأذى، وهذه أنهار يغتسل منها في الدنيا، اللي هي نهر التوبة ونهر الحسنات الماحية ونهر المصائب المكفرة. فإذا أراد الله بعبد خيرا أدخله أحد هذه الأنهار الثلاثة فورد القيامة طيبا طاهرا، فلم يحتج إلى النهر الرابع. النهر الرابع والعياذ بالله هو التطهير بالنار والعياذ بالله، يعني لم يتطهر في الدنيا لا بتوبة ولا بحسنات ولا بمصائب، يبقى إيه سيتطهر بالنار والعياذ بالله فيعذب فيها فترة حتى يتطهر ثم يخرج منها بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل الجنة. طيب قال فصل. وتوبة العبد إلى الله تعالى محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة منه بعدها، فتوبته بين توبتين من الله سابقة ولاحقة. يقول العبد يحتاج أولا أن يتوب الله تعالى على العبد، يعني العبد المذنب حتى يتوب يحتاج أولا أن يتوب الله تعالى عليه ليتوب، فيتوب الله تعالى عليه
ليتوب، هنا التوبة اللي هي اللي قبل توبة العبد اللي هي الهداية والتوفيق، ويعني أن الله تعالى يريد هدايته وتوفيقه ويعينه على ذلك ويوفقه إليه. فهذه توبة من الله قبل توبته، يعني أن الله تعالى أذن له أن يتوب وهداه ووفقه. ثم يتوب العبد بعد أن تاب الله عليه، يتوب هو. فبعد أن يتوب العبد يتوب الله عليه، يعني يقبل توبته ويقبل الله تعالى توبته. فإذن توبة العبد محفوفة بتوبتين من الله، توبة قبلها اللي هي هدايته إلى التوبة وتوفيقه لها، وتوبة بعدها وهي قبول توبته وإثابته عليها وتثبيته عليها. قال فإنه تاب عليه أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما. توبة الله تعالى الأولى على العبد هي الإذن والتوفيق والإلهام، أن الله تعالى أذن له في التوبة ووفقه إليها وألهمه إياها. فتاب العبد، فتاب الله عليه ثانيا قبولا وإثابة. توبة الله الثانية اللي هي بعد توبة العبد اللي هي إيه؟ القبول والإثابة، قبل توبته وأثابه عليه. ما الدليل على هذا؟ قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فقال إيه؟ تاب الله على النبي والمهاجرين، وبعدين رجع قال إيه؟ ثم تاب عليهم، ذكر توبتين منهم سبحانه وتعالى. وبعدين قالوا على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فقال تاب عليهم أولا ليتوبوا، وبعدين بعد ما تابوا قال إيه؟ إن الله هو التواب الرحيم. والله تعالى تواب والعبد تواب، فالله تعالى تواب يعني يهدي عبده إلى التوبة ويوفقه إليها ثم إيه؟ يقبلها منه ويسيبها عليه. والعبد تواب يعني يتوب إلى الله تعالى بالرجوع إليه والندم على الذنب. قال فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبته، وإنما هي التي جعلتهم تائبين، أو وإنها هي التي جعلتهم تائبين. قال بعض النسخ إنما وبعضها إنها، فكانت سببا مقتضيا لتوبتهم، فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب عليهم. والحكم ينتفي لانتفاء علته، يعني يفهم من هذا أنه لو لم يتب الله عليهم لما تابوا، يعني هم إنما تابوا العلة، لأن اللام هنا لام التعليل، يعني كان يعني تاب عليهم ليتوب، فلولا أن الله تاب عليهم لما تابوا، يعني كان العلة في توبتهم أن الله تاب عليهم أولا. قال ونظير هذا هدايته لعبده قبل الاهتداء، فيهتدي بهدايته فتوجب له تلك الهداية هداية أخرى يثبته الله بها على هدايته، فإن من ثواب الهدى الهدى بعده. قال هنا يعني مسألة التوبة قد تشبه مسألة الهداية، فهناك هداية من الله للعبد قبل أن يهتدي وهداية له بعد أن يهتدي. فهدايته قبل أن يهتدي بمعنى أن الله تعالى يعني أذن له أن يهتدي ووفقه للهداية وكذا. فإذا اهتدى العبد هداه الله تعالى، يعني ثبته على الهدى وزاده إيه؟ علما وتوفيقا وثباتا على الحق وكذا. فالمهتدي يحتاج إلى هدى، لهذا قال والذين اهتدوا زادهم إيه؟ هدى. دلوقتي ربنا يفتح الطريق للهداية، وعلى العبد ما هو يشتغل عليها صحيح، أيوة يعمل زي ما المفروض في الدنيا يعملها صحيح. لو اشتغل عليها ربنا يقبلها منه ويزيده وينعم، يعني زي ايه ما يعني الله تعالى يأذن للعبد ويفتح له الطريق،
فالعبد هنا عليه أن يعمل ويهتدي ويتوب وكذا، ثم الله تعالى يكافئه يفتح له أبواب الخير، زي مثلا من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. الذراع اللي هو زي 50 سنتيمتر أو كده من الأصابع لغاية المرفق هنا، والباع اللي هو زي ما واحد يمد يده إلى آخرها، يعني من طرفها إلى المنكب، هذا يعني فهذا كناية يعني عن أنه العبد يتقرب إلى الله، والله تعالى تقرب الله تعالى قرب الله تعالى منه يكون أعظم وأكبر، وهداية الله وتوفيقه له أعظم وأكبر. تفضل. برضه يا شيخ ممكن نقول الإنسان لما يصلي مثلا، يعني هو يصلي هو توفيق من الله أنه يصلي، يقول اهدنا الصراط المستقيم. أحسنت، بارك الله فيك. أيضا كما ذكر أخونا الكريم، يعني المؤمن وهو يصلي لله تعالى، يعني المصلي وهو يقرأ في سورة الفاتحة يقول اهدنا الصراط المستقيم، هو ما قام يصلي بين يدي الله إلا هو قد هداه الله تعالى وصار من المصلين، وقف بين يدي الله يصلي ويقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني زدنا هدى وثبتنا على الهداية. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فقال هنا، فإذا المؤلف هنا يقول إن التوبة مثل الهداية، يعني كما أن الهداية هناك هداية من الله تعالى قبل اهتداء العبد وهداية بعدها، كذلك هناك توبة من الله قبل توبة العبد وتوبة بعدها. طيب هنا يقول فإن من ثواب الهدى الهدى بعده، كما أن من عقوبة الضلالة الضلالة بعدها. قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، من ثواب الاهتداء زيادة الهداية الهدى بعده، فهداهم أولا فاهتدوا فزادهم هدى ثانيا. وعكسه في أهل الزيغ كقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أيضا نفس الشيء في أهل الزيغ، زاغوا أولا فعاقبهم الله تعالى فأزاغ قلوبهم، فهذه الإزاغة الثانية عقوبة لهم على زيغهم. قال وهذا القدر من سر اسمه الأول والآخر، فهو المعد وهو الممد ومنه السبب والمسبب سبحانه وتعالى، فهو الأول وهو الآخر سبحانه وتعالى، هو المعد وهو الممد سبحانه وتعالى، يعني يعد العبد للشيء وكذا ثم يمده بأسبابه ومعونته، وهو منه السبب والمسبب، وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه ويجير من نفسه بنفسه، كما قال أعرف الخلق به سبحانه وتعالى وأعوذ بك منك، كان في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، يعني يعوذ برحمة الله من عقوبته، يعوذ برضاه من غضبه. والعبد تواب والله تواب، فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الإباق، العبد الآبق اللي هو الهارب من سيده، فتوبة العبد ورجوعه إلى الله بعد الإباق. وتوبة الرب سبحانه وتعالى نوعان، إذن وتوفيق اللي هي التوبة الأولى اللي هي قبل توبة العبد، وقبول واعتداد ده اللي هو بعد توبة العبد. هنا ايضا من معاني الاعتداد برضو لما نقول القبول اللي هو معنى القبول، يعني كانه اللي هو الاعتداد بالشيء اللي هو قبوله يعني، والامداد به اصلا التوفيق اليه، يعني تيجي في معنى المعد والممد. قال فصل والتوبة لها مبدأ ومنتهى، فمبدأها إن شاء الله نخلص هذا بسرعة نختم به الدرس إن شاء الله. قال والتوبة لها مبدأ ومنتهى، فمبدأها الرجوع إلى الله بسلوك صراطه المستقيم الذي نصبه لعباده موصلا إلى رضوانه وأمرهم بسلوكه بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه
وبقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وبقوله وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، ونهايتها الرجوع إليه في المعاد. يقول بداية التوبة اللي هي الرجوع إلى الله في الدنيا بسلوك الصراط المستقيم، ومنتهى التوبة هي الرجوع إلى الله في الآخرة وسلوك صراطه الذي نصبه موصلا إلى جنة، اللي هي المرور على الصراط اللي هو فوق جهنم عياذا بالله تعالى، الصراط الذي يوصل إلى الجنة. فمن رجع إلى الله في هذه الدار بالتوبة رجع إليه في المعاد بالثواب، وهذا هو أحد التأويلات في قوله تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قال البغوي وغيره، الإمام البغوي رحمه الله من المفسرين، قال يتوب إلى الله متابا يعود إليه بعد الموت متابا حسنا يفضل به على غيره. فالتوبة الأولى وهي قوله ومن تاب رجوع عن الشرك، والثانية رجوع إلى الله تعالى للجزاء والمكافأة. ومن تاب وعمل صالحا في الدنيا فإنه يتوب إلى الله متابا، يعني يرجع إليه في الآخرة فيسيبه ويكافئه. والتأويل الثاني أن الجزاء متضمن معنى الأمر والمعنى، ومن عزم على التوبة وأرادها فليجعل توبته إلى الله ولوجهه خالصا لا لغيره. ويذكرون تفسيرات ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وهنا يقول التفسير الثاني من عزم على التوبة وأرادها، ومن تاب وعمل صالحا يعني عزم على التوبة، فإنه يتوب إلى الله متابا يعني فيجعل توبته خالصة لله. التأويل الثالث أن المراد لازم هذا المعنى وهو إشعاره وإعلامه بمن تاب إليه ورجع إليه، والمعنى فليعلم توبته إلى من ورجوعه إلى من، فإنها إلى الله لا إلى غيره. يعني قال ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله، يعني فليعلم أنه يتوب إلى الله لا إلى غيره. قال ونظير هذا على أحد التأويلين قوله تعالى يا أيها الرسول، تأويل معنى التفسير يعني على أحد التفسيرين، قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعلم ما يترتب على من عصى أمره ولم يبلغ رسالته. قال التأويل الرابع أن التوبة تكون أولا بالقصد والعزم على فعله، ثم إذا قوي العزم وصار جازما وجد به فعل التوبة. فالتوبة الأولى بالعزم والقصد لفعلها، والثانية بنفس إيقاع التوبة وإيجادها. في تفسيرنا ومن تاب وعمل صالحا يعني من عزم على التوبة فإنه يتوب إلى الله متابا، يعني فإنه يفعل التوبة، يعني من عزم عليها فإنه سيفعلها، يعني حث المسلم على أن يعزم عليها أولا عزما صادقا أكيدا. فإذا دايما يعني إذا كان هناك صدق الإرادة مع القدرة، يعني دايما الشيء إذا وجدت الإرادة والقدرة يوجد الشيء، فإذا لم يوجد يبقى هذا خلل إما في الإرادة وإما في الإيه في القدرة. يعني إذا إنسان لم يفعل شيئا، الأشياء التي لم تفعلها حاجة من اثنين، إما أنك لا تريد أن تفعلها أو أنك لا تقدر على فعلها. واضح؟ يعني إذا الإنسان يريد أن يفعل شيء وهو قادر على فعله فسيفعل هذا الشيء، إذا لم تفعله يبقى إذا لابد ترجع حاجة من إما الإرادة مش جازمة يعني، وإما القدرة مش غير تامة. واضح؟ فهنا كأن إيه ومن تاب يعني أراد التوبة وعزم عليها، فإذا كان العزم صادقا وجدت القدرة عليها. وإحنا مر بنا أن التوبة يعني القدرة موجودة، حتى يعني كان مر بنا من قبل حتى العاجز عن يعني يمكن أن يتوب بقلبه ويتوب كذا، فإذا القدرة موجودة، فإذا وجدت الإرادة والعزم لابد أن توجد التوبة. فإذا لم توجد التوبة ده معناها أن هناك خلل في العزم والإرادة.
قال والمعنى من تاب إلى الله قصدا ونية وعزما فتوبته إلى الله عملا وفعلا، وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول هذا نفس الشيء برضو يبقى إيمان، يعني من كانت هجرته إلى الأولى القصد والعزم والثانية الإيقاع، يعني إيجاد الشيء وإيقاع. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.